السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نهضر لكم على الوصفة رائعة 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 لبنات الوجه. هانتوما المكونات ديالها، كيكون فيها معلقة ديال القهوة والمعلقة ديال الزيت الزيتون. البنات راه توب 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 الوجه هاد الوصفة. البنات انا ديما كنديرها تقريبا كل ليلة قبل ما ننعس. هانتوما الطريقة. كناخد هاد الزيت البنات، زيت العود، كنكبها ودابا كنزيدو معلقه ديال القهوه وكنخلطو مزيان هاد المكونات. هانتوما شوفوا معايا. ومن بعد كنديرها لوجهي، كنخليها 5 دقائق 10 دقائق بحال هكا، وكنحك وجهي شويه بحال هكا قبل ما نغسلو. ومن بعد كنغسلو. هاد الوصفه زوينه بزاف للوجه، كتعطي نظره للوجه وكتبيضو. انا تقريبا كنديرها ديما تقريبا كل ليله كنديرها قبل ما ننعس. وملي كنغسل وجهي كندير شي كريم ولا شي حاجه ولا شي زيت لوجهي قبل ما ننعس البنات. المهم البنات هاد الوصفه زوينه توب 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 البنات الوجه، كنصحكم بها. وتقدروا البنات اللي عندهم وجههم ماشي حساس يقدروا يزيدوا حتى سكر، وبالنسبه للمعلقه ديال السكر بالنسبه لبنات وجههم حساس ما كنصحكم ما تزيدوش معلقه السكر. هي الوصفة ديالنا وجدات، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.